يا مرحبا يا اهلا وسهلا وحيا الله اللي يشوفونا على روتانا الخليجيه. اليوم ان شاء الله حنستمتع في حلقتنا في ساعه شباب، بنكون معاكم خلال هذه الساعه ناخذ في مواضيع ونعطي فيها ونعرف ضيوفنا ايش عندهم. وقبل ما نخوض في هذا كله نمسي عليكم بالخير واكيد على زميلتي لميا. مساء الخير يا لميا. مساء النور عليك تراد اكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا الخليجيه في بدايه حلقه جديده ببرنامجكم اليومي ساعه شباب، واللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتجدده والمتميزه. واكيد اقول لكم مع بدايه هذه الحلقه بكل حماس ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. حقيقه الموضوع اليوم يحتاج له حماس. مو شفطة شاهي، لا، يبغى له روقان كده وطقطقة أداني من الأولاد تحديدا والبنات والأمهات. يعني حاولوا يعني لا تشدوا في الموضوع مع أبنائكم اللي على وجه الزواج، عشان موضوعنا اليوم أنا على هذا القدر يعني من الأهمية حقيقة، ممكن تدخل في اشتباكات كثير وانتم جالسين قاعدين مبسوطين في العصرية هذه. لكن احنا في الأخير نقول لكم انه نعرف انه الزواج هي سنة من سنن الحياة الطبيعية، لكن حتختلف مقاديرها وأوقاتها وحاجات كثير فيها من شخص لثاني. صحيح طراد أكيد. وقبل ما أقول كلامي أسألك سؤال محدد، أحتاج إجابة بسيطة. الزواج في الفترة الأخيرة، لا أسألك، لا أبغى أسألك، لا لازم أسألك بما أنك شاب مقبل على الزواج في الفترة الأخيرة. من قال أنه مقبل على الزواج؟ يا رب ما أسأل سؤالي. قولي خلاص قولي. بما أنك شاب وفي الفترة الأخيرة، يعني كلنا عارفين أنه الشباب في الفترة الأخيرة صاروا كثير يفكروا في الزواج وفي الأمور هذه، فأنت برأيك اختيار الزواج للشاب بأمر منه ولا بأمر أهله؟ إيش هذا التوريط؟ على لا في الفترة الأخيرة وجهة نظري ولا وجهة نظر الناس بشكل عام؟ رأيك أنت لو رأيي سمحت. الشخصي أنا خلي رأيي الشخصي على جنب، لكن أنا أقول لك بشكل عام اللي صار. أيوه. اللي صار يلاحظ مؤخرا، صاروا يعني إلى الآن الصراع موجود بين الشباب بنفسهم إنه هم يبغوا يأجلوا أو إنهم يبغوا يأجلوا وقت الزواج، وبين ضغوطات الأهل في حكاية هيتزوج دحين. هذه صارت رائجة كثير. أكيد طبعاً. وبالنهاية نقدر نقول إنه البيئة والتربية هنا تلعب دور جداً كبير في الزواج أو اختيار الزواج للشباب والشابات. في كثير من الشباب بيفضلوا انهم يتزوجوا في سن مبكره، وبالمقابل بنلاقي كثير من الشباب ما يفضلوا ابدا انهم يتزوجوا بسن مبكره. واكيد هذا كله يرجع لاسباب كثيره، وهذه الاسباب تختلف من شخص لاخر، فالمفروض انهم ما ينجبروا ابدا على الزواج. فطرحنا احنا سؤالنا على تويتر على علمائنا في تويتر تحديدا وفلاسفتنا الموقرين ومتابعينا حبايبنا، هاشتاج ساعه شباب كان موجود امس. نبغى نعرف منكم يا عباقره ايش هو الوقت الانسب للزواج في وجهه نظركم للشباب والبنات تحديدا في زمننا الحالي. نشوف ابداعاتكم. متحمسه كثير. اول الردود معانا اليوم من مرام تقول مساء الخير، والله أنا أشوف ما في سن محدد، لأنه في أزواج في العشرينات وأسعد الناس، وناس فوق الثلاثين بالغين عاقلين، ومع ذا حياتهم ما تتسمى حياة. وجهة نظري يا مرام. شكرا. عبير تقول والله سؤال صعب، لو قلنا 20 للبنت و25 للشاب ظلمناهم، لانه ما عندهم تحمل مسؤوليه، ولو البنت 25 والشاب 30 كبروا بس يمكن افضل. يسعد مساكم فعلا. بطتكم هذول اللي ما عرفنا لهم والله. هبه تقول بالنسبه لي البنت يكون عمرها 20 والشاب 26، عشان لو جابوا اولاد يقدروا يربوا ويكونوا قادرين على تربيتهم. اما اذا كانت البنت فوق ال 20 والشاب فوق ال 30 بيتعبوا. رح نتعب ترى، رح نتعب. ما فيها تعب ابدا ابدا، ما اشوف كذا ابدا. تهاني ان شاء الله ما تكون شايف الحلقه اليوم. تهاني الاهدى تقول يفضل بعد 25 للبنت والولد بعد 27 ل 30، وما يعتمد على العمر قد ما يعتمد على المقدره الكامله لدخول حياه جديده. شكرا لك. يعني اذا البنت عمرها 26 وتحس غير جاهزه ما حينفع، وللشباب نفس الشيء. حلو يا تهاني. مزون الزهراني تقول من وجهه نظري انه البنت 29 والولد 22. الله. لانه لازم 32 على اي اساس؟ ما شاء الله، لانه لازم يكونوا أستاذ. قادرين على مقدره، يكونوا على مقدره فتح بيت ومسؤوليه، والراتب يكون كثير ومرتاحين ماديا. ويسعد مساكم. وجهه نظر نوره. السن المناسب للبنت 25 والشاب 30، ما شاء الله على اي اساس؟ لانه لازم يكونون انفسهم ماديا ومعنويا. ويسعد مساكم ومساك اكيد يا نوره. وجهه نظر ما حبيتها صراحه.
مهاوي تقول بالنسبة للشباب أفضل سن حالي، أفضل سن حاليا سن 30، وللبنات يكون بعد 25، لأنه مو حد قادر يتحمل مسؤولية نفسه عشان يتحمل مسؤولية بيت وعائلة. يا مهاوي فعلا. رهام بتقول على العموم بالنسبة للشاب ما له عمر معين، أهم شيء تفكيره وعقله. يا ما في شباب صغار لكن ما شاء الله عليهم فتح بيت وتزوج. فعلا هذا اللي احنا نبغى نقوله، وهذا اللي أبغى أوصل له النقطة الأساسية في موضوعنا اليوم. يا ما ناس بشنبات وكبار في السن و ما يعرفوا يديروا حياتهم الشخصية بسبب أنه ما تعودوا عليها، وما فهموا إيش معنات إدارة حياة أو إدارة وقت أو إدارة يعني أمور كثيرة، فما بالك بدخول شريكة في هذه الحياة إلا إذا كانت هي اللي حتنظم له حياته بعد ما والدته كانت بتنظم له، تستلم الراية زوجته عشان تفضل تكمل تربيته من جديد. وهذه طبعا الفكرة اللي أنا حقيقة ما أحبها، لأنه شيء يرفع الضغط واستفزاز، وهذا فعلا صحيح واقع لم يفي ناس. فلما تيجي خالة تقول والله يا ولدي زوجيه عشان يعقل، أيوة. لا يا خالة غلط كده، مو زوجيه عشان يمكن يجنب بنت الناس، وبنت الناس تروح وتقولوا هي اللي فيها العله. لا، واحنا كمان نفكر منطقيا، هل هو كفء، هل هو على قدر كافي من الوعي والدرايه على مسؤوليه البيت اللي حيمسكها؟ يعني ممكن يكون مثلا قاعد في بيته مع ابوه وامه، مو قادر يسوي كاسه شاهي، ولا مو قادر يجيب رجال يصلح مكيف، ولا مو قادر حتى يساعد اهل. حاجات كثير مؤشرات تبان على يعني في تصرفات الشخص، فمو شرط العمر الكبير يعني، بالعكس. انا طرد حقيقي، انا في هذه الفقره تحديدا ما راح اتكلم عن اعمار ابدا، راح اتكلم عن الزواج بصفه عامه. الزواج كلنا عارفين في البدايه وفي النهايه انه قسمه ونصيب، مو بيد احد ابدا. متى ما كتب ربي انه والله الشاب هذا راح يتزوج او البنت راح تتزوج، راح تتزوج. أيوة. بعد كذا تجي لاختلاف الاجيال اللي عايشينه بين الماضي والحاضر. زمان مشكلة أهالينا أنه الحين في هذا الوقت أو الزمن اللي احنا فيه عاملونا على زمنهم أو على جيلهم، أنه هم تزوجوا هم صغار، كبروا معانا، ربونا، صاروا أخواننا في جيل يعني قريب من جيلنا، صاروا يفهمونا، دايما بيكونوا معانا، فيبغونا نحن نعيش نفس حياتهم اللي هم عاشوها. نقول لهم غلط، تماما غلط. ليش؟ لأنه زمان لما كان الجيل جدا بسيط وما كانت عندهم الأشياء الموجودة حاليا، خصوصا ثورة التكنولوجيا لو تكلمنا عنها، ما كانت في هذه الأشياء، فكانت الحياة بسيطة، كان الشاب يقتنع بأشياء بسيطة، الشابة ما كان لها متطلبات كثيرة تتمنى أنها تلاقيها بعد الزواج. ففي أشياء كثيرة تغيرت مع وجود ثورة الإنترنت أو التكنولوجيا، فما ينفع إنه الأهالي يعتبرونا زي جيلهم تماما، لازم يفرقوا بين الجيلين. ثاني شيء، زمان كان عندهم المسؤولية جدا كبيرة، كان الولد يطلع من صغره بالضبط، كان يطلع مع أبوه، يطلع يشتغل، يطلع يسوي، يطلع يتحمل مسؤولية. الحين الجيل اختلف تماما، متى الشباب يتحمل المسؤولية؟ بعد الجامعة. بعد الجامعة الشاب يخرج عشان يدور على وظيفة، أطربي يخرج واجيب الطاق. أيوة. في ناس بعد الجامعة يقول لك لا لسه أكمل دراسة الجامعية بعدين أبدأ أعتمد على نفسي. هذا طبعا هذا حاصل، هذا اللي صاير حاليا. فما راح يكون أنه ينفع أبدا أنه يتحمل مسؤولية يفتح بيت أو زواج بصفة عامة. وبنفس الشيء البنت غلط أنها تتزوج وهي صغيرة تماما، ممكن تصير مشاكل كثير. الزواج بصفة عامة، مو بس زواج، مو بس انه والله البنت لازم تتزوج عشان تنستر او عشان تكمل نص دينها او الشاب يكمل نص دينه، في اشياء اهم، ممكن تكون نقمة، في اشياء بالضبط، في اشياء اهم، في مسؤوليات اهم لازم الواحد يحطه في باله قبل ما يخطي هذه الخطوة. اذا انت والله كنت قادر ومسؤول على تحمل هذه المسؤولية الصعبة في زمننا الحالي، تزوج والله يوفقك. اذا ما كنت بالضبط، اذا ما كنت، اذا ما كنت قادر بلاش منه. جملة بس على بداية اللي قلتيها، انه الزواج قسمه نصيب صحيح، ولكن الاهم من هذا كله لا نقول والله ربنا قدر لي كذا. لا حبيبي، خذ بالاسباب، وخذي بالاسباب عشان تعرفوا ايش الصح من الغلط، مو يلا يلا اي احد شيل. يلا يلا نروح. طيب نكمل. واتمنى امي تشوف الحلقة. تفضل. خير ان شاء الله. العبيد الصديق يقول ان يكون الاثنان فوق ال 25، لماذا؟ عشان لماذا؟ عشان يكون قدر المسؤولية. وشكرا لك. يعني أنا قلت اليوم فوق 25، أنا قلت اليوم أنا ما كنت عباقرة. بالعكس، يا ما أعمار فوق 30 وما تتحمل أي مسؤولية. وراء الأمير تقول سن يحس فيه الاثنين بالنضج، وفسرت الماء بالماء. الله عليك. لا حقيقي وجهة نظر صحيح.
اشترينا متى ما تحس انك في سن نضج اتزوج. متى سن النضج طيب؟ ما تعرف متى تحس بالضبط تفسر تمام بالمعنى. يعني لسه ما احنا عارفين. سالنا السؤال عشان نعرف. جودة العماري تقول اهم شيء يكون في وعي كافي والقدره على تحمل المسؤوليه، لان الزواج مو شيء بسيط. العمر المناسب للبنت 25، الله والولد 27، وحددت استاذه جود العماري. يعطيك العافيه وشكرا. ام مساك سعيد. وصلها جائزه بالله يا منير. الله يرضى عليك. امل تطربني امل. ليس للزواج سن معين بالضبط، وهذا اللي ذكرته في البداية. الزواج يقاس على اكتمال المفاهيم والاستدراك الوعي التام والنضج الفكري، ويبقى السن مكمل فقط. فليس مهما متى تزوج، بل من تتزوج. الله عليك. صفقة الأمل. أحييك يا أمل. ليس مهما متى تتزوج، بل من ليس مهما متى تتزوج، بل من تتزوج. ايوه اوكي. ايوه الان كلام اضربتني. كلام كليم على الصبح. روان تقول مهما مهم الاستعداد النفسي والفكري والمادي وتوعيتهم بالزواج وتوابعه ومسؤوليه الشخص تجاه اسرته والشريك الاخر افضل من عمر. يعني هو تفضل عمر للبنت 24 والولد 28. حلو. مريم تقول العمر الحقيقي للزواج هو النضج العقلي، لما يقدر الشخص يتحمل المسؤولية، ولكن نقدر نقول يبدأ من 25 سنة، يعني بعد الدراسة. أهم شيء التوافق بين الطرفين. ابتسامة صفراء هذه اللي حطتها في الأخير مريم. طيب سوزان تقول من وجهة نظري أشوف الزواج مو بالسن المناسب، الزواج بنضج العقل فعلا وبقدر تحمل المسؤوليه، سواء كان من الشاب او البنت. مساكم جميل يا اهضم ثنائي وانتم اهضم ناس. هلا والله. اكيد مساك يا سوزان. اخر ردود معانا اليوم من ايميدو تقول البنت من 25 وفوق، والولد من 26 الى 29، لانه الواحد يكون صار قد المسؤوليه وشاف حياته شويه، بدل ما ينكرف وهو عمره 18 او 19 او 20. وانا اتوقع في الزمن احنا فيه ما في شاب يتزوج عمره 20 أو أقل. لا ممكن قبل الكلام هذا قبل 10 سنوات كان حاصل. أيوة. وبدأ في يعني انحسار كبير، يعني صار لا كل واحد يقعد. صحيح. أفضل. وزمان متى كانوا أباءنا وأمهاتنا يتزوجوا؟ في سن 14 و13 سنة، أول على قول أهل مكة، أول ما يدركوا على طول يتزوجوا. حقيقي المسألة مسألة ثقافة ومسألة جيل مختلف ومسألة حياة مختلفة، مو شرط اللي انطبق عليكم يا أباء وأمهات في حياتكم ينطبق علينا. مقدرين وعلى راسنا من فوق الحياة اللي انتم عشتوها، وقدر الكبير اللي تحملتوه من المسؤولية، وبالعكس نتعلم منكم ونحاول نكون زيكم. ولكن كمان جيلنا أو الزمن اللي احنا فيه صعب، يصعب علينا أنه احنا نجاري هذا الفكرة. ففي الأول والأخير احنا نحاول يعني عشان يعني بنشوف نسبة الطلاق قد ايش بشكل كانت مرة عالي. صحيح. اخر واحدة كانت في 15 الى فوق ال 40% تقريبا which is ما هي نسبة كبيرة. لكن احنا بنحاول نقلل منها باختيار شريك الحياة المناسب، ويعني ناخذ وقتنا، لا نستعجل ولا نخلي اهالينا يضغطوا علينا، بالعكس نسمع كلام اهالينا ولكن بعقل. وحاولوا اكيد انكم تاخذوا العظه والعبره من الناس اللي حولكم، من البنات او الشباب اللي تزوجوا بسن صغيره. هل هم سعيدين بحياتهم؟ هل يعني كل حياه نقدر نقول ما فيها مشاكل؟ صح. اكيد كل حياه في حياتنا. صح. كل زواج غير زواج دائما موجوده المشاكل، ولكن نحاول ناخذ العظه والعبره من الناس اللي حوالينا ونتعظ يا جماعه. من قادر فليتزوج. طب اسمع، ومن لم يقدر لا يتزوج. طب اسمع عشان بس نكون منصفين كمان. عشان في ناس هنا الكلمه واقفه عندهم. نعرف حكايه انه نتعظ ونشوف حياه غيرنا. اوكي، هو لا، احنا لو شفنا حياه غيرنا، بس انا اؤكد لك لو شفنا يعني ما حنتزوج حياه غيرنا ابدا ما حنتزوج. ايوه بسبب المشاكل. انه لا، وانا قلت في اغلب اصحابي متزوجين. فما احكي لك، ما حد فيهم الى الان متزوج. يقول اصبر شوي اصبر شوي. فما احكي لك يعني. صحيح. ايوه تختلف من شخص ثاني. اكيد عمرنا ناخذ العظم والعبره. أيوة أيوة. نقعد زي ما نحن مرتاحين مبسوطين ان شاء الله، ومتى ما جاء القسم والنصيب ينكتب لنا ونتزوج ونستقر بالنهاية. عموما مشاهدينا حنطلع أكيد فاصلنا أسري. بس عبد الرحيم تأيد الزواج ولا لا؟ طبعا. أيوة. من قلبك حنتفاهم بعد على الفاصل. حسب من تتزوج بعد الفاصل. حنرجع في ساعة شباب راجعين.
وحياكم من جديد مشاهدينا وفقرة المشاريع الصغيرة واللي يتميزوا فيها أصحاب هذه المشاريع بأفكار مميزة وجدا جميلة. كرياتيف جوس هو الاسم المشروع اللي أطلقوه ضيوفنا اليوم اللي مشرفينا في الاستوديو. وطبعا يعني حنعرف احنا أفكار كثيرة متعلقة بهذا المشروع، ومع بعض حناخذ ونعطي. حياكم الله صهيب سامي وحسين صعيدي، كيف اموركم؟ ان شاء الله طيبين. تمام الحمد لله. نورين الحمد لله. بدايه راح ابدا معك اكيد صهيب، نبي نعرف قد ايش اخذت الفكره منكم وقت عشان تقدروا انكم تطلقوا مشروع كرياتيف جوس وايضا تختصوا في مجال تقديم العصيرات الطازجه. بدايه المشروع اخذ معنا سنه تقريبا، بعد كده طورنا الفكره وصارت بالشكل اللي بتشوفه اليوم مع الاحتفاظ بالعصيرات الطازجه بنفس التقديم. جميل. والاطفال كمان ما نسيناهم، بنقدم لهم اشياء تناسب اعمارهم. حلو، ومن وين استوحيتوا الفكره هذه؟ والله قاعدين ندور في الانترنت، شفنا ناس بتقدم اشياء زي كذا، يعني مو نفس الفكره بس يعني اشياء غريبه. فحبينا الفكره وبحثنا لين وجدنا هذه الفكره. جميل. حسين، ايش اكثر الامور اللي كانت محفزه لكم؟ يعني خصوصا فكره حكايه العصيرات موجوده والشباب كثير بداوا فيها وكل واحد عنده طريقته الخاصه، كل واحد مسمي اسماء لعصيراته. صحيح. والسوق مليان وبشراسه، يعني الواحد لازم يدخل فيها. فايش الشيء اللي دعمكم او حفزكم انه لا والله احنا نقدر ندخل ونقدر ننافس وعندنا القدره انه احنا نبيع زي غيرنا واكثر؟ طبعا احنا اول حاجه قدمنا العصيرات بشكل جديد اللي هو بالنيتروجين والدخان والبخار. حلو. فهذا اكثر شيء يعني خلانا ندخل السوق بقوه. ف اجهزه النيتروجين والبخار بس هذه مكلفه صح ولا لا؟ كاجهزه اكيد، بس انه احنا اشترينا الجهاز ده وصرنا نسوي في البيت. جربنا في البدايه، في البدايه ما كان بيزبط الموضوع لين ما تعلمنا كيف نسويه، والحمد لله يعني دحين متمرسين فيه ما شاء الله. فهذا الشيء اللي يعني حفزكم انه انتم لقيتوا طريقه مميزه ولقيتوا بعد ما جربتوا في لحالكم اكيد اي اكيد انبسطوا في النتيجه. صحيح. وكانت كويسه. قديش اخذ منكم عشان نخش يعني قوي وعشان تتاكدوا انه تقدروا تنافسوا؟ يعني ما اخذ يعني شهور تقريبا، شهرين زي كذا. جميل. لكن احنا لما نزلنا السوق وشفنا في الايفنتات الاقبال يعني حق الناس الحمد لله ما شاء الله، فهذا اكبر حافز. جميل. الحمد لله. طب نبي نعرف يعني هل انكم تخصصتوا في مجال واحد بس وشيء واحد بس هو اللي انتم بتقدموه في هذا المشروع؟ هل هذا اعطاكم دافع جدا قوي؟ هل هذا اللي يميزكم عن باقي المشاريع الموجوده والمشابهه لكم في هذا المجال؟ احنا بدانا لانه شيء غريب، شيء بالنيتروجين، فكان طريقة يعني مختلفة ومبتكرة وشيء جديد. وكنا بنقدم العصير حقنا بفكرة جديدة اللي هي بالنيتروجين. طريقة مبتكرة وآمنة. معلش مبهر وآمنة. طب ليه ما فكرتوا انه مثلا تدخلوا اشياء ثانية مع العصير مثلا؟ يعني يكون عندكم ساندوتشات، شوكليت، يعني تدخلوا بمشروع متكامل خصوصا في الأكل. ليش اخترتوا العصير تحديدا؟ عصير تحديدا اغلب الناس بس يكونوا عطشانين، الجو حار عندنا، فتبريد الموضوع تبردوا على الشعب. حلو. هو يعني هي فكره كمان لمية ممكن كمان مستقبليه تصير موجوده لو كان في حاجه برضه مميزه بنفس تميز فكره العصير. خليني اسالك حسين، انتم بس شخصين صح؟ حسين وصهيب؟ لا احنا ما احنا شخصين. احنا اربع اشخاص. عائلتي وعائلته ما شاء الله، فدائما يعني بننزل الايفنتات مع بعض. فهي اصلا البدايه بدات اختي واخته. اوكي. حسبتهم متزوجين؟ كنت بسالكم انتم متزوجين لسه؟ اوكي. هم اصحاب الفكره. فبداوها يعني في البيت، كانوا يبيعوا عصيرات. البنات دائما يتفوق علينا بس احنا يعني اي اخيرا الحمد لله. فهم يعني بداوا المشروع ذا وكانوا يبيعوا من البيت واوردرات وزي كذا. ممتاز ممتاز. فقلنا ليش ما ننزل في ايفنتات وليش ما تسوي حاجه جديده؟ فنزلنا الحمد لله. البدايه اول ايفنت كان كراب لود في 2016، هذه اول بدايه. كنا بس عصيرات فريش، كنا بنشوف كيف الوضع يعني. وبس وقفنا. ايوه هذه شوف احنا عصيرات الفريش اللي بالنيتروجين صح؟ هذه اللي بالنيتروجين. ايوه. حلو. طب ايش اللي يعني ايش فكرتنا؟ يعني هو بس شو كذا انه نشوف النيتروجين ولا هو صحي ولا هو يعني ايش وضعه؟ عشان كمان الناس اوكي ممكن تنبهر بالشكل ولكن ما نعرف هل له فوائد ولا مضاره اقل او ايش؟ هو بس شو تقريبا. اوكي. فيعني كيف نجيب الناس علينا؟ كيف
نجمع الناس. فهذه الفكره اللي دخلناها في العصيرات حقتنا. حلو. فكرة حقيقية جدا جميلة. طب صهيب، هل بتحرصوا دائما على التواجد في هذه الفعاليات والمناسبات اللي أصبح يعني تواجد فيها عدد كبير من مقدمين خدمات الأكل والمشروبات؟ أكيد بنحرص على التواجد في جميع الفعاليات، وهذه الفعاليات كانت نقطة حقيقية لانطلاقنا. وبنحضر كمان زي الفعاليات الخيرية، زي مثلا جمعية البر طلبونا نروح لهم وإحنا لبينا الدعوة عشان الأطفال. حلو، يعني دائما بتحاولوا تكونوا موجودين في الاشياء اللي بتخدم المجتمع وكمان فعاليات والمناسبات. حقيقي فكره جدا جميله وجديده واشتهيت اجرب العصيرات. والله شكله ايش النكهات اللي بتقدموها في العصيرات؟ تقريبا بنقدم اغلب النكهات. اغلب النكهات، اغلب النكهات. يعني احنا عندنا عصيرات فريش، وعندنا نكهات، وعندنا برضو قهوه بارده اللي هي ايس ميكاتو. اوكي، يعني بس كله بارد يعني ما في كله بارد. ايوه طبعا. حلو، في سموذيز هذه يسموه صح اللي في عندنا بطيخ سموذي. حلو حلو. بس يعني تنوعت عندكم الاختيارات، مو على طول اخذتوا وقت عشان تنوعوا فيها. قديش اخذ منكم عشان الناس اللي تبي تبدا مشروع لا يتحمس ويشتروا كل الاجهزه مع بعض؟ قديش اخذ منكم الوقت عشان تنوعوا؟ احنا بدانا في البدايه قلنا لك فريش، بعدين أيوة هذه خلاص. أيوة. بس بعد كذا الزياده في 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 كل نوع، كل قد ايش يعني؟ شوف كل شهرين مثلا؟ لا تقريبا، يعني نشوف ايش الناس اللي يطلبوه اكثر شيء مثلا يكون ما عندنا، فنبدا ندخله في المرات الجايه. هذا اكثر شيء يعني ساعدنا ان ندخل. غير الفعاليات والايفنتات ممكن انتم تقدموا في في يعني مثلا مناسبه خاصه او شيء تعملوا لهم؟ قدمنا. حلو. طب صهيب، يعني ايش الخطوه الجديده لهذا المشروع في المستقبل؟ ايش حابين انكم تسووا بمشروعكم؟ حاليا شغالين على الدرينك تراكس زي الفود تراك. حلو. فبس لسه في البدايه، مرحله التصميم دحين. بس انه عندنا احنا فكره حاليا، احنا مركزين اكثر شيء على الايفنتات، وان شاء الله نشارك وننشهر في اكثر قدر ممكن. والخطوه الثانيه يعني ممكن نخرج خارج جده، نبقى مثلا الرياض، مكه، يعني في خارج مناطق بنفسكم ولا تبغوا شركاء معاكم عشان؟ لا لا، احنا نبغى نشارك يعني ازازات عروض ايفنتات خارج جده. فاحنا مره هي خطوه جديده انكم انتم تروحوا مناطق مختلفه وتوروا اسمكم. صح. وحتكون اجمل لو كان في تراكس ثانيه في 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 مدن ثانيه، عشان كمان الاسم يتوسع. كنا نتكلم على الزواج، احنا بنفكر التزواج ولا على المشروع ولا لسه؟ خليني اسالك. طيب صهيب، حسين على وجه الزواج ولا لسه؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله. ما انت خايف من موضوع الزواج؟ ليش اخاف؟ يقول يجيب خير الزواج، سبحان الله. بالعكس، الزواج حلو يعني. الزواج كويس. الزواج حلو. طب وصهيب ايش رايك في الموضوع؟ لسه قدام. لسه قدام. ضحكة وبعدين لسه قدام يعني. عشان كنت بشوف الحلقة ف طب رايكم يعني كشباب ايش العمر الانسب للزواج؟ تقريبا 26 27 27 يعني هو قبل ال 30 بشويه كذا. قبل ال 30 بعد ال 30 هذه بعد ال 30 بس بعد كمان 10 سنين او 15 سنه حيقول لك لا 30 كويس، لو 35 مو كويس. كل ما كل ما كبر الانسان صح، ما حيكون كل ما زاد العمر، كل ما زاد يعني كلنا نضل مشكله. هذه مصيبه. انت ناوي تقعد على شكلك؟ لا لا يا امي، لا اقعد ان شاء الله. على بنات كثير يا استغفر الله العظيم. عموما احنا خلص انتهينا من فقرتنا. سعيدين جدا بوجودكم ويعني مبسوطين بوجودكم. بس اهم حاجه، بس كلمه اخيره نبغاها منكم للناس اللي بادئين مشروعهم، ايش الاشياء اللي انتبهوا عليها كنقاط؟ كل واحد على حده. صهيب وحسين نبدا. مين يبدا؟ تفضل. كبير. طيب الاشياء اللي لازم يعني انتبهوا فيها اصلا، يعني اول ما تنزل اي ايفنت او اي خطوه انت تبداها هتتعلم. يعني اكيد انت ما حتنزل فاهم كل شيء، فمع الوقت حتستفيد. هذا اللي انا اشوفه يعني لا تزعل اذا مريت باشياء صعبه عليك في كل ايفنت. انت راح تتعلم من كل تجربه صعبه تمر عليها بحياتك. صحيح. حلو. وصهيب هي ثلاث نقاط، الاولى توكل على الله، والثانيه رد طالع يمين ويسار. يعني الناس بيقلدوك لا تقول هذا بيقلدني انا ما حسوي شيء. طريقك كمل وانت حتنجح. مشكلتنا احنا ننظر. النقطه الثالثه تدي الموردين والناس اللي بيشتغلوا معك حقوقهم في وقتها. حقيقي شرفتونا اليوم صهيب سامي وحسين صعيدي، اصحاب مشروع كرييتيف جوس. نتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله نشوفكم كذا، نجي نزوركم في المحل قريب باذن الله. عرسان قريب. حنرجع حنطلع فاصلنا ونرجع لكم ساعة شباب للاخبار والسوالف. راجعين.
ويا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. وانطلاقا إلى روسيا وحدث غريب ومرعب في نفس الوقت لأحد عاملي الورش، يعني هي واقعة عنوانها الإهمال القاتل، اللي دائما بيكون في كثير من في مواطن كثير في حياتنا، لما بنكون نهمل يعني جوانب نعتقد انه احنا يعني انها ما هي مهمه، فهذا اللي ممكن يحصل، وهذا اللي حصل مع هذا العامل في الورشه. ايش اللي سواه؟ هو نسي العامل هذا اطار شاحنه على الجهاز اللي يعبي الهواء طبعا، فخلاها تعبي هواء وسابها براحتها وراح يعمل حاجه عشان يرجع لها مره ثانيه يفك الجهاز. طبعا خلى الاطار اللي يزن 3 أطنان يمتلئ لحد اقصى. كما هو متوقع صار انفجار كبير، خرجت طبعا طار في الهواء الاطار وسقط على سياره قريبه منه. شوفي، اوه الله اكبر، شوفي الاطار قديش كبره، مره كبير. اي هذا اطار شاحنه، اطار ترك كبير صحيح. يعني شيء مخيف صراحه، نفسي نشوفه مره ثانيه. لو نعيد الفيديو من البدايه بس نشوف وهي قاعده تشح وهو يعني قاعد ينفخ الهواء فيه. حقيقي شيء ما صار له شيء، يعني الواحد شوفي من بعيد باين صغير، بس شوفي لما طاح على السياره، يعني بالله لو احد كان جوا، يعني كانها حجر الصخره جايه من طبعاً. هذه كاميرات المراقبه اللي اظهرت الحادث، الحمد لله ما اصيب احد باذى، وما كان في السياره اي احد زي ما ذكروا في الخبر، وان يعني بعض العاملين حاولوا ياخذوا شويه سيلفيهات مع السياره، يعني الوضع لانه تحولت كلها من الحديد، لازم اذا ما اخذوا سيلفيهات ما يرتاحوا. طبعا لابد عموما نحن نذكر هذه الاخبار لاخذ العظه والعبره. يا جماعه تعب كويس. عموما وطبعا ما نقدر انه ما نذكر في اخبارنا ومنوعاتنا احد الكوادر الصغيره اللي نفتخر دائما فيها في حياتنا، في للحضيف اصغر مصور في منتدى الاعلام العربي، واللي ضم منتدى الاعلام العربي بدبي اصغر مصور فوتوغرافي سعودي هو متعب عبد العزيز الحضيف، وكان قد اشتهر بتصوير الشخصيات الهامه والمشهوره، واستطاع على الرغم من صغر سنه ما شاء الله تمكنه من الفوز باكثر من 25 جائزه في مسابقات عده، لا سيما بالتصوير الفوتوغرافي. وأعرب متعب عن سعادته بتحقيق حلمه أمس من خلال هذا المنتدى بتصوير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. يعني هذه الكوادر اللي نفتخر فيها دائما واللي نشوفها ونقول ما في شيء مستحيل بالدنيا، بالرغم من صغر سنه لكن قدر أنه يوصل لحلمه في وقت قصير جدا. ليش؟ لأنه آمن أنه قادر على تحقيق هذا الحلم. لم يدعم الدعم، الكلمة الطيبة، التشجيع، لو بابتسامة ولا بنظرة تفرق كثير مع أطفال هذا اليوم، لأنه أكثر حساسية مننا إحنا، يعني كنا ننضرب ضرب وكان بالنسبة لنا نقول والله ما تعورنا ونجري وحياة حلوة، لكن الآن صرنا يعني نرمق بنظرة. ما نطراد اليوم، ليش زعلان؟ ماني زعلان بالعكس. ليش زعلان؟ بالعكس حسنك من تداخل البيت. لا بالعكس، انا اخذ راحتي عشان عارف انه ما في احد في البيت اليوم. اوكي. فعشان كذا عموما يعني هو الواحد يعيش ويشوف ودائما يتعلم حتى من الاجيال الجديده، لانه اصبحوا اكثر خبره مننا في وقت وجيز. ننتقل الى الخبر الثالث قبل ما انت اقول الخبر. ايش كنت نسيت بسالك؟ والله كنت مجهزه من امس، مجهزه السؤال. لا الحمد لله. ايوه في بعض التطبيقات تحفظي فيها في المفضله حاجات مهمه بالنسبه لك، حاجات يعني افضل الصور زي انستغرام، افضل التغريدات زي تويتر، افضل وهكذا في الابلكيشنز. ايوه واتساب حبي يعني ايجاري، يعني اخونا في الله ما اعرف ايش يبغى يسوي في عمره، حط خاصيه جديده هو تثبيت المحادثات المفضله لديك. انا اعتقد انه واتساب يعني ما توفق فيها كثير، لانه ما يعني ما حتفيدنا بالشكل الكبير. بالعكس قولي لي، انا اقول خليني اقول لك الخبر اول شيء وقولي لي ليش. هي الصوره الجديده اللي انكشفت لاحدث النسخ التجريبيه لتطبيق واتساب على منصه الاندرويد تحديدا، عن اضافه تطبيق لخاصيه استمتع بها الفيسبوك وتويتر زي ما قلنا. طبعا يهدف التطبيق من وراء هذه الخاصيه منح مستخدمي خيارات اكثر في تنظيم محادثاتهم وترتيب اولوياتهم بشكل يعني اكثر ترتيب، وايضا عشان يعرفوا مين اللي تواصلوا معه، مين
اللي ما يبغوا يتواصلوا معاهم. الخاصية تسمح في واتساب أن تثبت 3 محادثات مع 3 جهات اتصال كحد أقصى أعلى الشاشة بغض النظر عن تاريخ هذه المحادثة. جدا جميلة. ثاني جمال في الموضوع، المحادثات المفضلة مثلا لما تكون أنت شخص جيك 100 محادثة باليوم على الواتساب، أوكي، المحادثات المفضلة عشان توصل لها لازم تنزل 100 محادثة عشان توصل المحادثة المفضلة عندك في اليوم. أنت عندك ما شاء الله 100 محادثة في اليوم الصراحة. لا أنا بقولك مثال طرد، أوكي، فلما تحطها مفضلة خلاص راح تلاقيها على طول بدون ما تضطر أنك تعدي على 100 محادثة الموجودة عندك. حبيت، أنا ما حبيت لأنه هذه فئة قليلة جدا، ممكن صادقة بس فئة قليلة جدا حيستفيدوا منها. وعلى النقيض يعني ممكن ناس كثير ياخذوها بطريقة يعني ما أعرف إيش أقول لكم، بس إحنا بعرف أنا أحس نستخدم هذه الأشياء إنه نمسك ذلة على أحد في محادثة معينة أو ما أعرف يعني لا لا لا. تحطها في نصب عينك. أنت من النار تحذف محادثات بسرعة. لا مو ما أحذف، بالعكس أنا دائما أحفظ، بس في ناس أقول في ناس بعض الناس مو كل الناس. ننتقل لخبر. أوكي تستمر التطبيقات لخبري الأخير. هيئة السياحة تطلق سفير للدبلوماسيين والمبتعثين، واللي أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني العدد الأول من نشرة سفير الإلكترونية، والتي تحوي إضافة إلى الأخبار والتقارير صور وأفلاما عن المملكة، حيث تهدف نشرة سفير الإلكترونية إلى تزويد البعثات الدبلوماسية بالمواد التعريفية عن المملكة، إضافة إلى بناء وعي عام لدى الطلبة المبتعثين وربطهم بهويتهم الوطنية والاستفادة من المعلومات التي تصدر من الهيئة من خلال هذه النشرة، وأيضا اطلاع زملائهم ومرافقيهم على التطورات التي تحدث على مستوى المملكة والحراك الكبير في القطاع السياحي وأيضا التراث الوطني، ليمارس المبتعث بذلك دوره كسفير لبلاده في جميع دول العالم. جميل جدا، جميل جدا، دائما نسعد بهذه الأخبار وإن شاء الله يعني نتعلم من بعض في أمور كثير في هذه الحياة. احنا خلصنا صح؟ خلاص. عندي مشكلة مع الأوراق، أحب أقطعها والله، عندي مشكلة دائما. هذه حالة نفسية يقولوا. اي عشان كذا أقول لك لازم تروح أخصائي نفسي. عموما أخصائي نفسي ينتظروني. عموما احنا حنكمل، على فكرة اللي يحبوا الكتابة والسيناريوهات ويبغوا يعرفوا حاجات عميقة ممكن ما حد يعرفها في الكواليس عن سيناريوهات المسارح والتمثيل، أترقب الفقرة الجاية حتستمتعوا كثير جدا بعد الفاصل. يا هلا من جديد، وإلى فقرتنا الأخيرة فكر الشباب، اللي دائما بيحكي حاجات كثير ومجالات كثيرة مختلفة في حياتنا، وأكيد مع ضيفنا اليوم الكاتب وأيضا السيناريست، كما أنه يملك العديد من المواهب في مجال التمثيل وأيضا الإخراج المسرح. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الموجود معنا اليوم بندر باجبع. يا هلا فيك معنا في ساعة شباب. أهلا وسهلا يا مرحبا. كيف حالك بندر؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله بخير. يعطيك العافية، منور ومشرف. نبغى نعرف بس بحكم يعني نظام كتابة السيناريوهات، ما هو بالموضوع، ما هو بالمسألة الرائجة عندنا أو بالعمل الرائج عندنا والناس ما حتفهمه كثير، واللي إحنا نعرفه كتابة الخواطر زي ما إحنا نعرف من صغرنا، لكن أكثر من كده يحتاج له الموضوع دراسة ويحتاج له عمق في التفكير عشان يكتب سيناريو لمسرح أو لفيلم أو لمسلسل وغيرها من الأمور. فأبغى أعرف كيف بدأت علاقتك مع هذا في هذا المجال. والله أول شيء يسعد مساكم جميعا. علاقتي بالكتابة عموما هي بدأت من فترة طويلة، يعني من أيام ما كنت أنا بدرس في المدرسة الثانوية، والموضوع عندي كان ابتدى بتحدي معين يعني في موضوع الكتابة عموما. كنا في يعني كنا داخلين على حفل مسرحي خاص بالمدرسة، ولقينا في مشكلة في إنه مين حيكتب السيناريو، مين حيكتب، مين حيخرج العمل، مين، وتحطينا في ورطة واضحة يعني. فيمكن الواحد في ذيك الفترة كان لسه في بدايات لسه بنقرأ بنتعلم، فأخذت الموضوع أنا تحدي وبدأت، كان أول خطوة لي للكتابة، والتحدي هذا استمر معايا بعد كذا
صار كل الخطوات اللي كانت في البداية كان عبارة عن تحديات، أنا بحاول أثبت لنفسي حاجة وبأكتب. صحيح كان في كثير من الأخطاء، صحيح. لكن الواحد بعد كذا أخذت دورات في المسرح، أخذت دورات في الكتابة، وكذلك كل عمل بيجي ورا الثاني بتاخذ فيه خبرة زيادة، بتتعرف بكثير من الفنانين، الناس اللي لهم في المجال. يوم بعد يوم زادت معانا الخبرة تبع نفس الكتابة، والحمد لله مشي معنا الموضوع بالشكل هذا. جميل جميل جدا. طب رأيك بندر، يعني إيش هي نقدر نقول أهم الصعوبات اللي بيواجهوها كاتب النص، وأيضا أبرز السمات اللي يجب أن تكون متوفرة في الكاتب أو المعد؟ من وجهة نظري أنا بشوف إنه مشكلة أو أكثر صعوبة بتواجه الكتاب بشكل عام هي الفكرة الجديدة، اختلاق الفكرة الجديدة، إنك أنت تطرح نص جديد أو سيناريو جديد. هي الفكرة، لانه اساس الفكره هي المشكله. نحن صار الان اغلب الافكار قريبه من بعض، صحيح، لكن انت لما تطلع بالغريب بالفكره الجديده هي هذه اللي ممكن تبرزك في الاعلام، هي هذه اللي ممكن تديك دفعه زياده في الاعلام، تديك فن جديد. فهي الفكره دائما هي الاساسيه اللي دائما بيتعب فيها الكاتب، مجرد ان نوصل للفكره الجديده خلاص. الفكره الجديده تقصد فيها خليني اقول لك طريقة المعالجة الجديدة ولا الموضوع؟ لا نفسه؟ الموضوع أولا، الموضوع أولا كفكرة، كفكرة موضوعي أنا إيش قصتي اختصارا. بس هذا مرتبط بحال المجتمع، يعني لو ما في مشاكل جديدة أو حتى مستحدثة خلينا نقول بحكم وجود السوشيال ميديا، ما أعتقد حيكون في سهولة يعني مرونة في أخذ مواضيع جديدة. ترى المواضيع كثير وكلها شبه بعض، لكن انت انك تجيب موضوع غريب وفكره جديده، ايوه طبعا تتفرد فيها. اخذ الموضوع نفسه، ولكن انا طريقه فكرتي لمناقشه هذا الموضوع لازم تكون مختلفه. يعني تقصد نفس المواضيع اللي ممكن طرحت ولكن بطريقه اخرى؟ طبعا هذا اللي بقول لك عليه، يعني ممكن نفس الموضوع ولكن طريقه العلاجيه للموضوع تكون او تناول الموضوع بشكل ما هي في البدايه الفكره، بعدين طريقه معالجتها. يعني هذه الشغلتين، اولا الفكره، بعدين طريقه معالجتها، بعدين صياغتك للسيناريو. هذه يمكن ما نقدر نقول صعوبات، ولكن هي أكثر الشغلات اللي تكون صعبة في البداية للكاتب، بمجرد أن هي توفرت هو عارف كيف فكرته، كيف ممكن يعالجها بشكل جديد، كيف ممكن يشتغل على السيناريو، خلاص تتيسر مع الأمور بعد كده. حلو. إيش أكثر تفضيلك بما أنك ممثل ما شاء الله ولك في شوية في خبرة في الإخراج والمسرح، يعني بنعرف بس إيش أكثر إلهامنا أو أكثر ميونا له أنت؟ الكتابة، تمثيل، الإخراج؟ أنا دائما بقول أنا كتبت عشان أمثل، أنا بحب التمثيل أكثر من الكتابة، لكن الكتابة هذه هي دائما اللي كانت ممكن تقدمني في بعض الأمور. في أيام المدرسة كنت لما أكتب نص مسرحي ممكن أقعد مع المدرس فأقول له أنا أبغى أمثل الدور هذا، فأوكي فكنت بأكتب، يعني زي ما يقولوا هي لعبة كذا خبيثة شوية. أي لما تكتب بتكون لك الأولوية أنه أنت تمثل في هذا الشيء. نعم، فأنا كتبت أصلا لأن أنا بحب التمثيل أكثر، فعشان كمان أوفر لنفسي أدوار جيدة أستطيع أنه أنا أمثل فيها. بس هنا مسؤولية عليك ترى أكبر، لأنه طبعا اللي كاتب لازم يكون عارف الشخصية تمام صحيح ومستشعرها، فهنا مسؤولية عليك أكبر، وما حتاخذ وقت المفروض في وفي نفس الوقت في صالحك، لأنك ما حتاخذ وقت في تدريبك على الموضوع. هو ما تاخذ وقت، لأنه أنا في النهاية اللي كتبته كل الشخصيات هي عبارة عن أشياء أنا اختلقتها يعني، وعارف تفاصيل كل شخصية، لكن بمجرد أنه أنا أنتقل من كاتب لممثل هناك في أشياء تانية أنا لازم أدرسها ولازم أشتغل عليها. وأيضا شاركت في عدد كبير من الكتابة والتمثيل، كيف تقدر توصف لنا هذه التجربة لو سألناك عنها؟ يعني أكثر شيء ممكن يكون ممتع للإنسان إن هو يشتغل في حاجة هو بيحبها، وأنا هذا المجال حبيته بمجرد ما إني دخلته من أيام المدرسة. فالحمد لله، يعني التجربتين سواء تجربة الكتابة أضافت لي الكثير من الثقافة، وتجربة التمثيل أضافت لي الكثير من الثقة بالنفس. أنت لما تمثل تكتسب ثقة بنفس بصراحة يعني، وهذه الشغلتين أكثر شيء أنا استفدتها من التجربتين هذه. جميل. طب مسألة تأسيس فرقة مسرحية حصلت لك، وهذا أعتقد من يعني من خطط اي شخص يعني بديهيا يحب الكتابه والتمثيل، وخطوه بخطوه ما شاء الله بتطلع بندر في هذا المجال، انه وصلت لمرحله تاسيس فرقه. بس ايش السبب الحقيقي لتاسيس فرقه؟ ليش ما خلاص كنت يعني مع الناس في اعمالهم واكتفيت في هذا الشيء وخلاك يعني تنشئ فرقة جديدة؟ طبعا فرقة الأرجوان المسرحية اللي أنا أسستها مع مجموعة صراحة من الأصدقاء، هي كانت في البدايات
اقدر اقول قبل اكثر يمكن من حوالي 14 سنه او 13 سنه. كان القصد منها ان احنا ننشئ فرقه مسرحيه نستطيع ان احنا نقدم اعمالنا المسرحيه فيها، لانه البدايات كانت هنا. تعلمنا في الفرقه الكثير من الشغلات، تعلمنا التمثيل، تعلمنا الكتابه، تعلمنا التعاون الفني في هذه الفرقه. فانا بصراحه يعني تاسيس الفرقه مع كثير من اصدقائي اللي كانوا معنا، الفرقه نفسها فتحت لنا أفق التعامل في الفن نفسه، يعني نحن كيف نتعامل مع الفن. وكانت أساس، أنا بالنسبة لي كانت أساس، ما كانت إنه جات من بعد ما بديت، لا هي كانت أساس، أساس للي أنا وصلت له الحمد لله الآن. حلو. كمان يعني بندر عشان تواكبه العصر اللي احنا موجودين فيه والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، أسست قناة في يوتيوبية قروشة. مظبوط. فليش هذا الاسم تحديدا؟ ليش قروشة؟ وايش ابرز الاعمال اللي بتطرحوها في هذه القناة على اليوتيوب؟ طبعا اولا قروشة هذا يعني كلمة متداولة عندنا لمعنى اي ازعاج، اي قلق، اي دوشة ممكن الواحد يلاقيها. فعشان كذا احنا دائما بنقول قروشة، اما قروشة مجتمع او قروشة فرد، يعني الشيء اللي ممكن يتقروش فيه الفرد لوحده، أو قروشة ممكن تصيب المجتمع بشكل كامل. صحيح. فهذا هو الباب اللي احنا بنناقشه دائما في قناتنا اليوتيوبية اللي اسمها قروشة. الحمد لله قناتنا الآن على اليوتيوب لها يعني مشاهدات بتتجاوز يعني الأربعين مليون مشاهدة. كذلك عدد المشتركين عندنا قرابة النص مليون مشترك، وبننزل حلقات شهرية تقريبا بنناقش فيها مواضيع كده مختلفة، بنشوف إيش اللي ممكن متداول الآن في المجتمع ونحاول نناقشه عبر هذه القناة. تعتقد عشان نكون واقعين أكثر، نجاح الحلقات والمسلسل اسمه قروشة واسم القناة على اسم المسلسل؟ مظبوط. صحيح؟ مظبوط. تعتقد نجاح قروشة ومسلسل قروشة والقناة بشكل عام وبكل صراحة، هل لأنه في فترة السوق صار في ركود وما في غيركم، ولا عشان فعليا لمستوا حاجات خبطت يعني ناس كثير في ظهورها يعني استوعبت انه ايش اللي صاير؟ احنا القناة بدأت اول ما بدينا في اول حلقاتنا كانت من 2011، وكان عز انتشارا تقريبا برضو في 2012 و2013 في هذه الفترة، في ثورة السوشيال ميديا، وكانت اي نعم. فكانت في ظل وجود البرامج الكبيرة اللي كانت موجودة على اليوتيوب المعروفة جدا، ونحن برضو كنا في هذه الفترة، ولكن كنا مختلفين بان احنا دراما، بنقدم دراما. أوكي. احنا مش زي باقي البرامج اللي كانت عبارة عن برامج اي توك شو كذا، لا احنا تميزنا ان احنا بنقدم دراما ساخرة كوميدية، ويمكن هذا كان السبب الرئيسي في انه ادانا دفع عند الجمهور. هذا اولا. ثانيا تنوع الشخصيات اللي موجود في صدمة التنوع اللي كان فيه، كان يعني هي. التنوع هو اللي شد الناس. يعني انا بشوف اكثر من شخصية، وممكن تلامسني شخصية وما تلامسني شخصية اخرى، وبتلاقي الناس يعني في اللي بيحب مثلا احنا عندنا شخصية السودانيين، ففي اللي بيحبوا شخصية السودانيين، في اللي بيحبوا شخصية المصري، فكل واحد بتلاقيه مركز، وكل واحد صار الان عنده جمهوره الخاص. صحيح. صحيح. أكيد بندر بجبا نشكرك على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب، نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المجال. الجميع إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية. الله يسلمك. شرفتنا ونورتنا، واتمنى لكم التوفيق. نهاية حلقتنا اليوم، يعني نقول لكم لا تتزوجوا بدري. حاجة، هذا كان موضوعنا لليوم حقيقة. لا، مسألة الزواج موضوع طويل، يعني احنا لو اخذنا حلقات طويلة عريضة عشان نتكلم فيها عمرنا ما حنوفي حق هذا الموضوع. صحيح. الشائك. ايميل البرنامج وهاشتاك ساعة شباب موجودين عشان نعرف ايش الجديد اللي عندكم. وبكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا وتعلمتوا واخذتوا العظة والعبرة يا جماعة. العظة والعبرة هذه. راح نشوفكم بكرة في نفس الوقت من الساعة 4 للساعة 5 على شاشة روتانا خليجية. وبكذا اقول لكم فمان الله معكم. انا لمياء غالب، وانا كنت معكم طرات سندي. مع السلامة.